اهلا وسهلا بيكم. معاكم هدى من شركه اون تو ان للتسويق والاستثمار العقاري. النهارده احنا من فعاليات معرض سيتي سكيب قدام شركه كابيتال لينك. كمان هندخل الشركه وهنعرف اكتر عن العروض والخصومات اللي نازلين بيها في معرض سيتي سكيب. تعالوا معانا نعرف العروض دي من قلب جناح الخاص بشركه كابيتال لينك. معانا استاذ حازم زكريا سينيور سيلز. اهلا بيك استاذ حازم. الحمد لله. بس عاوزين قبل ما نتكلم عن العروض والخصومات اللي موجوده في طبعا سيتي سكيب، عايزين نتكلم اكتر عن شركه كابيتال لينك وعن سابقه اعمال الشركه. تمام. احنا شركه بقى لها اكتر من 23 سنه في مجال التطوير العقاري كانشاءات. رئيس مجلس الاداره مستر اشرف بديع. مستر اشرف بديع يمتلك شركتين، ماستر لينك وجينك ليز للانشاءات. عمل كومباوند ميلودي في الغردقه، عملنا مول سنتر في التجمع، عملنا كذا عماره سيبريت في التجمع. جينا في 2020 حبينا نكبر الموضوع، فتحنا خدنا اربع قطع اراضي في الداون تاون، مول فيرونا، مول سولانو، مول دورادو، مول لافال. بعد كده خدنا قطعة الارض 5 كارديا في الار 8، ده كومباوند سكن. الحمد لله لما جينا في داون تاون احنا مسابقين الجدول الزمني كانشاءات. احنا عندنا استلام مول فيرونا، ده استلام شهر 2/24 اللي جاي. عندنا مول دورادو ومول سولانو استلام 8/24 اللي جاي. مول لافال خلصنا فيه الحفر لان كان واجهنا صعوبه في الصخر، هي كانت صخريه جدا في الارض، فخلصنا فيه الحمد لله حفر وتسويه وهنبتدي فيه كونستراكشن. مولات اللي في الداون تاون اداره تجاري طبي، الكومباوند كله سكن. الحمد لله بنسبة كبيرة احنا معديين مراحل 70% في كل مول كمبيعات، في دوبك افيلابيلتي كده بسيطة في كل مول. وفي كارديا الحمد لله احنا واخدين اللونش في خلال سنة وست شهور، خلصنا فيز 1 فيز 2 وحاليا في سيتي سكيب فتحنا فيز 3. طيب احنا برضو ممكن نتكلم اكتر مع العملاء عن لوكيشن مشروع كارديا طبعا، ويعني ايه اللي بيميزه عن اي مشروع تاني في الار 8؟ طبعا احنا لما جينا نختار لوكيشن كارديا خدناه في برايم لوكيشن. احنا على محورين رئيسيين، المحور الاولاني بيودي لحي السفارات والار 7، والمحور الثاني مودي لداون تاون والحي المالي. غير ان احنا واخدينه على كورنر قدامنا اكبر مثلث خدمي في الار 8 كلها، هيسيرف على الار 8 كلها من الفاسيلتيز بقى، مطاعم، كافيهات، صيدليات، ورانا الجامعات ورانا الفنادق. فاحنا لو كانفست احنا لا برايم لوكيشن للاستثمار، كسكن احنا برضو برايم لوكيشن قدامنا الخدمات ورانا الجامعه ورانا الفنادق. الكومباوند لما جينا نختار استشاري هندسي اخترنا استشاري هندسي محمد حافظ، عنده خبره اكتر من 50 سنه في مجال الاستشاري الهندسي، عامل ووتر وي 1 و 2 في التجمع، وعامل مشاريع من مشاريع لافيستا. عامل لنا الكومباوند بتاعنا الكاكوزي كومباوند، الكومباوند كله 25 فدان، بنتكلم في 26 عماره. عمل لنا ستريب مول، هيسيرف على الكومباوند، ده خاص للكومباوند. جنبيه كوميرشال زون صغيره فيها كلاب هاوس هتبقى فور فيلم ملاك القريه، وفيها بادل تنس وبلاينج اريا، ووزع فاسيلتيز جوه الكومباوند. فعامله بطريقه شيك كده، كوزي كومباوند صغير. كويس قوي. طيب ممكن نتكلم برضو مع العملاء عن العروض اللي نزلنا بيها في سيتي سكيب؟ سيتي سكيب دلوقتي احنا عملنا اوفرز، عشان الحمد لله احنا في خلال السنه زي ما قلت لك خلال سنه وست شهور حققنا نجاح عالي في المبيعات، خلصنا فيز 1 فيز 2، فنزلنا باوفرز كويسه جدا عشان نخلص في 3. نزلنا ب 10% داون بيمنت على 10 سنين اقساط ايكوال بدون اي دفعات. نزلنا بخصم الكاش 50%، وده خصم كاش عالي جدا في الماركت ان احنا ننزل بخصم 50%. نزلنا بخصم سيمي كاش 45% على سنه. طب السيمي كاش بيدفع قد ايه مقدم والبيع؟ نفس ب 45% من التوتال اليونت، بيدفع 50% داون بيمنت و 50% اربع دفعات على السنه. على سنه. غير كده وكده عندنا بيمنت بلان اسمها مقدمك نص خصمك لحد 40%، بمعنى العميل لو دفع 10% مقدم وخصم وقسط على 7 سنين بياخد خصم 5%، لحد 40% لو دفع 40% بياخد خصم 20%، زودنا 5% زياده. تمام. يعني هو المقدم اللي بيدفعه بياخد نص المقدم لو قسط على 7 سنين. مظبوط. بلس ان هو غير نص المقدم زودنا 5% زياده، يعني هو بياخد خصم اكتر من المقدم 5%. مظبوط. اكتر من نص أكتر المقدم، من نص المقدم 5%. مظبوط. وفي بيمنت بلان تانية اسمها خصمك نص خصمك مقدمك 10% 20% 30% على 4 سنين، اللي هيدفعها هياخده خصم. تمام. دفع 10% مقدم هياخد 10% خصم، 20% مقدم 20% خصم، بالتالي 30% مقدم 30% خصم، وزودنا 5% زياده برضو نفس الكلام، 5% زياده على 4 سنين، وعلى 7 سنين مزودين 5%. تمام. كويس قوي. غير الاوفرز بقى 10% على 10 سنين، ده اوفر كويس جدا ما فيهوش اي دفعات، الاقساط متساويه وخصم كاش 50% زي ما قلنا. طيب الكومباوند الوحدات بتسلم فيه؟ الوحدات نص تشطيب، انا عندي مساحات من اول 147 167 188 221
دول المساحات الفلات. بنبتدي في الدوبلكسز 287 337. التسليم يبقى نص تشطيب والتسليم 626. اشكرك استاذ حازم. نعم طبعا شرف لي. وبكده نكون انتهينا من شرح العروض الخاصه بشركه كابيتال لينك. لو حابب انك تعرف اكتر عن العروض الخاصه بالشركات الثانيه اللي موجوده في معرض سيتي سكيب او بالشركات الخارج المعرض، اتواصل معانا على الرقم الظاهر على الشاشه او على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك.